الكفاءات الممتازة واللي نحتاجها. لذلك أهمية المساعد كبيرة جدا، لأنه كثير أحيان المدرب يحرك المساعدين تجاه اللاعبين، لأنه المدرب غالبا ما يكون هناك حاجز بينه وبين اللاعبين. مساعدين قادرين أن يوصلون لفكر اللاعب أسهل بكثير من المدرب، ودورهم مهم جدا في تنظيم العملية التدريبية. ذلك المدرب المساعد، عفوا، كابتن المدرب جمال، المساعد فقط. السؤال هيك خارج السياق، بعدك مصر على قرار اعتزالك التدريب نهائيا؟ نعم أكيد، يا أبد لا عودة في هذا القرار. بس ما أريد أعلق تفضل هواي أستاذ. تفضل. مهنة التدريب ما عادت محترمة كثير مثل قبل، مو كابتن ابتعادكم ما راح يسوي حل لهذه وإحنا المهنة. عفوا، فإحنا سبب، إحنا أيضا مدربين، إحنا سبب في ما وصلنا. أنا أشكرك جزيل الشكر الكابتن جمال علي، كنت ضيفا عزيزا معي في برنامج كورة، شاكر لتواجدك وأنت إضافة في أي مكان تتواجد به كابتن. أريد أسألك سؤال أخير عن المنتخب قبل لا أتحدث بسطور عن الزوراء، إبعاد